لو الحكايه فيها ان فيتو بإذن الله بالبراءة أكيد، يعني بإذنك يا رب براءة. مفيش حاجة ثبتت على الرئيس خالص، ولا هو ولا حبيب العدل ولا المساعدين ولا ولاده أصلا متاخدين معاه فدية كده. مفيش أي إثبات عليهم ولا أي أدلة إن هم بسبب قتل المظاهرين، ولا في إن الكلام ده اللي هم قايلينه دي أصلا مؤامرة عليه من 2005 حزبنا الله ونعم الوكيل فيهم. متوقع الكلام إن شاء الله بإذن الله الحكم بالبراءة، لان الحكم اللي صدر قبل كده صدر تحت ضغوط سياسيه وتحت ضغوط عملاء وخونه، والرئيس اوباما في الجمعيه العامه للامم المتحده اثبت ان الرئيس مبارك لم يكن عامل ولم يكن خاين ولم يبيع وطنه، بدليل انه طلب الافراج عن العمين وعن الخاين احمد ماهر وبعض العملاء مثل احمد ضم والكلام ده. الرئيس مبارك رئيس اعظم رئيس جابته مصر، انا بقول هذا الكلام، رئيس يكفي ان يحافظ على امن مصر ل30 سنه، والناس دلوقتي لو عملنا استفتاء، لكن ربنا عوض علينا بالرئيس السيسي، لكن بقول لو كنا الرئيس السيسي ما جاش وكنا عملنا استفتاء، انا اتحدى اي حد ان الرئيس مبارك كان هيفوز بالرئاسه باكتساح، وده اللي الناس حسيته واللي الناس حست بيه دلوقتي واتقلبت بسبب الحاله الامنيه والغلاء وجماعه الاخوان المسلمين اللي سيطروا على الحكم، لكن ربنا نجانا منهم. وان شاء الله هنقول لمبارك كل سنه وانت طيب بمناسبه اعياد اكتوبر، ومبروك على البراءة باذن الله. انا هقول كلمه واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، سيجري الله الحق والعدل على لسان سياده المستشار، وسينطق بالبراءه ان شاء الله لسياده الرئيس حسني مبارك البطل الجسر. شكرا. ان شاء الله براءة 30 سنه امان، وهو طبعا كنا عارفين انه راجل وطني ولما زلت ذلك ان هو بنقول حسني مبارك 30 سنه، بنقول حسني مبارك 6 اكتوبر، بنقول حسني مبارك مثل الانفاق، بنقول حسني مبارك هو انشاء مصر الجديده، هو كان حسني مبارك، حسني مبارك راجل مخلص ان شاء الله براءة. تقول ايه شايف الحكم النهارده؟ جاي عشان الراجل تعبان تعبان، ربنا يفرج عنه. وبقول لك بص يا أردوغان، أنا متكادة منك أردوغان، سيدي بالك على عينك. إن شاء الله حكمي، إن شاء الله أنا توقعنا البراءة، هو أساسا هو بريء، إحنا مش شاكين، إحنا لا نشك في مبارك بريء، هي كانت مؤامرة على البلد ومش على مصر بس، على جميع الدول العربية من أجل تقسيم الدول العربية.